السلام عليكم كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ من يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير ان شاء الله، وتكونوا في افضل الاحوال. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا انا دابا في السطح، عرفتي كيحمقني هذا الجو، تكون السما صافيه ويكون الريح ونكون انا في شي بلاصه عاليه، ما نكون كنشرب شي قهيوه ولا شي حاجه، عرفتي الراحه النفسيه. والله ما كرهت دابا نكون في شي بلاصه اعلى من هذه، هذه الدار هذه عاليه، ويكون بغيت شي بلاصه تكون عاليه بزاف بزاف بزاف، ويكون بحال هذا الجو هذا، يكون السما صافيه وما يكونش صهد، يكون هكا يا الريح. كل لابسه مكبطه دابا، راني لابسه هذا راه ديال ماما، وكل لابسه مكبطه الراحه النفسيه. المهم بغيت نوريكم اول حاجه اللي هي هذا، كنت سولتوني عليه البارح بزاف، ما عرفتش ما كيبانش. هاو هاو ما عرفتش شنو سميتو، سميتو بينيتنت، هذاك اللي درت الحناكي، بزاف ديال الناس اللي سولوني عليه. هانتوما غادي شويه نضمن المكياج، قولو بينيتنت غادي يعطيه لكم، ما عرفتش سميتو بينيتنت ولا شنو، ما مبينش السميه هنايا مزيان، راني وريتو لكم البارح ولكن مبانتش السميه. المهم غادي شويه نضمن المكياج، لا ما عرفتش قولو له هاد بينيتنت ولا ما عرفتش السميه بالضبط. المهم هو راه سميتو بينيتنت، هادشي اللي عارفه انايا. الا خفتو تقولوا له السميه مزاقله، انا كنمشي عندكم نقولوا هذاك اللي كيدير الحنيكات، هذاك الحمر اللي كيدير الحنيكات كيعطي ليا كيعرفو. المهم غادي تمشيو عندو، كاين هذا، انا لقيت غير هذا، انا باش شريت غير هذا الصغير حيت ما لقيتش الكبير. انا مول فكر ناخذ واحد كبير اللي كيدار للفم وكيدار للحنيكات، هذا غير ديال الفم، هذا غير ديال الفم، ما لقيتش الاخر. وكانت قاد لي هذاك، حيت هذا عندي شي حاجه اللي مهمه، ما يمكنليش نجلس بلا بيه، يعني كيطيح السر. دابا راني دايره، يعني كيطيح السر، هو كيخلي الدليل. ها نتوما صبعاني كيولي حمر كيخلي الدليل، كيبان راه كي دايره. المهم صافي حبابي، هذا راه كيدير 13 درهم، هذا شريته انايا. الفيديو هذا غادي يكون نصيحه لبزاف ديال البنات، وغادي يكون رساله لبزاف ديال البنات باش يبقاو يردوا بالهم، مابقاوش يثقوا في اي حاجه. ولا انا البنات وقع ليا مشكل كبير نهار الخطبه ديالي، ما بقيتش كنشوف، ما بقيت كنشوف حتى شي واحد، لا اللي حدايا ولا مراد ولا حتى شي واحد، ما بقيت كنشوفو حتى شي واحد، ها جالسه وصافي. كانوا وقع ليا مشكل، كانوا كيجيوني شي اعراض قبل من الخطبه، كانوا كيجيوني ولكن ما ديتهاش في الحال. كنت دوك الايامات كانوا كيجيوني شي اعراض هكايا، ولكن كنقول لا راه ماشي مشكل، راه غير الخلعه، غير ستريس وغير كذا وغير كذا. ولكن انا درت هذاك هو الغلط الاول اللي درت، انا ما مشيتش درت الرقيه في دوك الايامات، هذوك اللي كانوا كيجيوني دوك الاعراض، يعني في ديك الايامات كان خاصني نمشي ندير رقيه. وعاد الخطبه ما كناش درناها في دارنا، كنا درناها عند مرات عمي، ما درناهاش في الدار عندنا. فصافي خلاها بابا خليناها حتى النهار بنهارو، وعاد درنا الرقيه للدار، وداروها عليا حتى انايا، حيت كنت قلت ليهم انا راه ما تنحش زعما براسي مزيان، ولكن درنا غلط، يعني كان خاصها الدار 3 ايام قبل، 3 ايام قبل كان خاصها الدار هي هذيك. مهم داروا الرقيه داك النهار، كنت في ديك الليله انايا حنيت وداك الشيء، وكنت نقشت يديا ورجليا، لغت لي كانت غادي تكون الخطبه. صافي درنا الرقيه في داك النهار، في العشيه مشيت عند الكوافوره، راكم عارفين ضروري خصني نمشي باش تقاد ليا وداك الشيء. كي دخلت عند الكوافوره صافي قالت لي جلسي وداك الشيء، وجات باش غادي تبدا لي، باش زعما غادي دير لي المكياج، كانت تبدا لي شعري وداك الشيء، بقات كتقول يا ربي دوز هاد النهار على خير، يا ربي دوز هاد النهار على خير. عرفتي انا تخلعت، كنقول زعما كيفاش، وانا كنت منويه من قبل، ولكن ما كنتش باغا ندخل واحد الوسواس لراسي، كنت كنقول لا راه ما كاين حتى شي حاجه، علاش ندخل هاد الوسواس لراسي، راه غير ستريس ديال الخطبه وداك الشيء، بلا ما نبقى ندخل الوسواس لراسي. سبحان الله كلشي مكس من الاول، ما عرفتش علاش هي هذيك. صافي قالت لي اختي واش قريتي على راسك القران داكشي، قلت لها لا اختي ما قريتش، قالت لي وسيري بعدا قري على راسك شويه ديال القران وداكشي، وعاد اجي باش نصايب لك. وصافي مشيت قريت على راسي شويه ديال القران، وعاد مشيت جلست، بدات لي في شعري وصايبات لي شعري وداكشي، وعاد بدا لي في وجهي، دارت لي لي لونتي، كي دارت لي لي لونتي كيش علات فيا العافيه. والغلط الثاني اللي درت هو هذا، هو انني ما مشيتش شريت لي لونسي من عند شي واحد اللي من عند شي وحدين اللي اخصائيين في هذا الشيء هذا، لا مشيت شريت غير من عند مول المكياج، ما كنتش عارفه، انا ما كنتش عارفه، مشيت عنده قلت له عافاك عطيني لي لونسي اللي مزيانين، اللي ما غاديش يضروني في عينيا. قال لي صافي وعطاني، قلت له عطاني احسن حاجه عندك، عطاني قال لي هادو ما عندكش مناش تخافي منهم، هادو ما غاديش يضرك في عينيك. صافي مشيت، صافي انا ثقت،
مشيت عندها عطيتها عطيت الكوفوره دوك لي لونتي اللي غادي دير ليا هي هذيك جبدات لي لونتي هذيك الساعه درتهم دارت ليا العين الاولى ماشي بحال ماشي دارت ليا لي لونتي بحال دارت ليا السودانيه في عينيا عسير بنات على حريق عمرني ما شفت بحال داك الحريق في حياتي عمرني ما شفت بحالو عسي واحد الحريق صعيب بزاف صعيب صعيب لواحد الدرجه ما تتصورش عسينا قلت لها عينيا كيحرقوني قلت لها راه كيحرقوني بزاف قالت لي لا ما تخافيش هي على نيتها لحقاش كيحسب ليها زعما ماشي كيحسب ليها زعما راه لي لونتي عادي يعني ملي كديرهم في عينيك اول خطره كيضروك واحد شويه ولكن من بعد صافي كيسكروا انا عرفتي عينيا صافي وصافي ودرت ليا العين الثانيه عرفتي عينيا ديك الساعه دازت جوج دقائق ما كاملينش عرفتي عينيا كيولاو بحال خاويه فيهم الدم ما بقاوش كيبانوا ديك القوقه ما بقاتش كتبان عرفتي كلشي 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 ولا حمراء عينيا ولا حمر كيف حال الدم وما بقيتش كنشوف صافي ديك الساعه بقاو عينيا هابطين بالدموع ما بقيتش كنشوف قالت لي سيري خرجي برا يضربك غير شويه ديال البرد وعاد رجعي عرفتي واحد التكرفيصه اللي دوزت في داك النهار عمرني ما نساها في حياتي كامله عرفتي واحد التكرفيصه والله البنات عرفتي بزاف بقاو تاخذوا احتياط ديالكم انا نقول لكم هادشي باش تاخذوا احتياط وباش ما تبقاوش ديروا الثقه وباش بزاف ديال الحوايج مهم صافي هي هذيك لي لونتي عرفتي ضروني في عينيا لواحد الدرجه ما كتصورش صافي ما بقيتش كنشوف بقيت كنشوف في الاول بقيت كنشوف غير الضباب ولكن في التالي ما بقيتش كنشوف صافي ما بقيت كنشوف حتى شي واحد هي هذيك صافي خرجت لبرا باش يضربني شويه ديال البرد والو غير ما كيزيدوا عليا عرفتي وخفت تصوروا خايفه نهار خطبتك ما بقيتيش كتشوفي وعاد زيدك الخلعه على عينيك خايفه لما تبقايش تشوفي في مره عرفتي واحد النهار اللي داز عليا كحل سحل كحل سحل لا خطبه ولا عرس بجوجو ما عرفتش مالي عرفتي لاكس البنات ولكن شنقول لكم كل ما وقع فيه خير صافي هذيك دخلت لعندها عرفتي شحال عاودت ليا الماكياج من مره البنات قسما بالله اللي كنت شي ثلاثه المرات وهي كدير وتمسح دير وتمسح حتى وجهي توسخ يعني ما طلعش فيه الماكياج كيف ما خصو يطلع عرفتي وجهي ولا شنقول لكم ما طلع لا ماكياج لا والو وكي كدير ليا الماكياج كيولي يخسر بالدموع لحقاش الدموع ما كفوش دموعين شفوا في ديك الليله صافي هذيك حاولت معايا وعرفتي حتى هي تعصبات وصافي قلت ليها صافي دوك قلت لها ما توليش تمسح ليا الماكياج مره اخرى قلت لها يخلي ليا هذا الماكياج هذا يخليه ليا صافي ويخليني يمشي في حالي صافي دارت ليا داك الماكياج صافي زدت بحالاتي داوني كانت معايا خالتي وما عرفتش شكون كان معايا اخرى يمكن وبنت عمي وقيلا بجوجهم كانوا معايا وصافي مشينا للدار يمكن كانت معايا غير خالتي يمكن صافي مشينا للدار مشات الشميشه البنات المهم قلت لكم مشينا للدار صافي مشيت واحد بنت عمي هذه اللي كنا درنا عندهم الخطبه في الدار كنقول ليها قولي ليا واش وجهي فيه شي حاجه يعني كي كيبانوا لك عرفتي انا ما حيت ما بقيتش كنشوف حتى شي حاجه كنشوف في المرايه ما كيبان لي والو حتى شي حاجه ما كتبان ليا والو ما بقيتش كنشوف والو صافي تتقول ليا لا كتقول لي ما فيك حتى شي حاجه كتقول لي طلعتي زوينه طلعتي فنه وتا عينيك ما فيهم والو غادي تولي لاباس وغادي ما تتبغيش تزيد تخلعني ولا تزيد عليا باش ما نتخلعش باش ما نزيدش يعني الخلعه وما كنشوفش وفي نهار خطبتي راه والله حتى صعيبه البنات عرفتي في نهار خطبتك يوقع لك هذا الشيء وما تشوفي حتى شي حاجه واحسن نهار كيكون عند البنت عرفتي راه اش نقول لكم ما نتمنها حتى شي واحد الله ينجيكم من هذا الموقف هذا صافي دخلت بقاو كيزغرتو وداكشي انا ما كنشوف والو ما كنشوف حتى شي واحد كنشوف غير كيدفعوني وصافي ما كنشوف لا اللي كيزغرت ولا حتى شي حاجه هادشي كيضحك ويبكي البنات وحق الله المهم صافي دخلت جلست ما كنشوف حتى شي واحد فيهم وهذوك اللي كانوا جالسين تما الناس اللي جاوا كيحسب ليهم راه انايا مبزينو عليا يعني ماشي انا باغيها بخاطري كيحسب ليهم راه مبزينو عليا سحب ليهم داك الزواج زعما مبزز هي هذيك صافي جلست ما كيبان ليا حتى شي حاجه ما كتبان ليا وعاد بقاو منين زدت جلست عرفتي واش بالخلعه واش بشنو عرفتي كيوقع ليا شي اعراض بحال شي وحده مسحوره والله بحال شي وحده سحر ليها بحال شي اعراض ما نقولش لكم لا باش قلت لكم في خطبتكم عرسكم ديروا الوقايه راسكم قبل ديروا الاذكار صليوا قولوا اذكار الصباح والمساء قراوا القران ديروا حسنوا راسكم فهمتوا ديروا الحسن لراسكم باش ما تطيحوش في شي مشكل ولا شي حاجه بحال هكا الله يستر صافي هي هذيك جلست ولكن جالسه وما مرتاحاش ما كنشوف والو
صافي مشيت قلت لهم يديوني، كان عيطت لماما قلت لها زعما ديني البيت. مشيت جلست صافي شويه وانا نغيب، صافي تخلطات عليا خلعه وكل شيء. وفاش غيبت بداو عاوتاني كيجيوني اعراض وحدين اخرين، يعني حتى تما شي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، كاينه شي حاجه تما اللي ماشي هي هذيك. البنات يعني وقعوا لي شي حوايج اللي في شي شكل في داك النهار بالضبط. صافي هي هذيك، بقاو مساكن كيجري، ومرات عمي بنت عمي ماما عرفتي تخلعوا بزاف عليا. ماما كيحسب ليا قالت لي صحابي متي صافي صافي وليت نط عاوتاني. مشينا كنا مشينا للطبيب، كنت مشيت انايا وبنت عمي ومراد، كنا مشينا باش نشوفوا اشنو واقع وشنو واقع لعينيا وداكشي لحق زاد عليا الحال فوق القياس. مشينا مع الليل، هو ما عرفش الطريق هنا مزيان، بنت عمي اللي غاده كتدخ في الليل كيقول لها فين هي الطريق، كنسمع غير صوتهم كيقول لها فين هي الطريق، كتقول له ما عرض لي انا الليل، ما كنبقى عارفه راسي فين. عرفتي انا هي فيا مخلوعه وبديك الهضره والله الا جاتني الضحكه. صافي بقينا غاديين حتى مشينا. مهم خدينا الدواء وداك الشيء جينا للدار، درت داك الدواء. كل مره كيديروا لي الدواء، شوفوا على كارثه وقعت لي نهار الخطبه، كارثه هذه كارثه. انا باش جيت نعاود لكم هذا الشيء البنات، باش ما بغينا حتى شي وحده تطيح في هذا الموقف هذا. الله ينجيكم، بغيتوا تجربوا شي حاجه ولا ديروا شي حاجه ديروها قبل ديروها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لا هذه النقطه الثانيه هي اللي خاصها تكون الاولى. ديروا الوقايه لراسكم من الاول، كيف قلت لكم اذكار قري القران مهم، دير الحس لراسك. والنقطه الثانيه فاش بغيتوا تجربوا شي حاجه، ماسك ولا لي لونتي ولا ما تبقاوش تثقوا في اي حاجه، ماشي اي حاجه تلصقوها لوجهكم ولا اي حاجه تلصقوها لعينيكم وفي نهار فرحكم ولا شي حاجه تبقاو. راه كاين بزاف اللي تيوقعوا لهم بحال هكا. ابار انا درت لي لونتي، كاين اللي كدير شي ماسك يخرج لها على وجهها، كاين في ديك الفتره اللي غديري فيها الخطبه ولا العرس ولا ما تبقايش تجربي حتى شي حاجه لوجهك. الا كنتي غتجربي جربي بقبال بزاف ديال الوقت ويكون الثقه عندك في داك الشيء. اما الا كنتي ما عرفاش داك الماسك شنو غايدير لك، ما عمرك ما جربتيه وغير تبقاي تلصي، لا هربوا من هذا الشيء، هذا هربوا منه كله. ما تبقاوش حيت نهار العرس ولا نهار الخطبه راه شي حاجه اللي زوينه اللي ما كتعاودش، واخا تعاود مره اخرى، واخا بحال دابا انايا واخا نبغي نعاودها مره اخرى، راه ما غاديش تصدق بحال اول مره، بحال الاحساس اول مره، بحال الفرحه ديال اول مره، راه ما غاديش تولي تصدق. واش فهمتوني على باش كنقول لكم انايا؟ ما تبقاوش اي حاجه تلصقوها لوجهكم، اي حاجه ديروها لوجهكم الا ثم لا. صافي بقاو كيديروا لي الدواء العينية، شربوني الماء ديال الرقيه، عاد وليت واحد شويه خف عليا الحال. غسلت وجهي وداكشي من كل شيء، صافي ما بقى فيها لا مكياج ولا والو، الدموع كيهبطوا. فين هو هذا المكياج؟ بقى ما بقى لا مكياج لا والو. كنقول يا ربي غير يسكر عليا الحريق ويحيد مني هذا كيجيوني شي حوايج في شكل. صافي ديك الليله مساكن عذبتهم معايا، ماما بابا خالاتي مرات عمي بنت عمي كلهم، مراد هادو كاملين عذبتهم معايا مساكن في ديك الليله. مرتهم والله العظيم، يعني ما دوزوا ليله تربح، هي كلها غدايا خلعه في خلعه في خلعه، يعني بقاو حايرين غير معايا انايا. والله باش كنقول لكم البنات، يعني هذه خذوها عبره، يعني في اي حاجه ماشي غير لي لونسي، اي حاجه بغيتوا ديروها لوجهكم ديروها قبل، ما ديروهاش نهار بنهار. وهذا الشيء البنات علاش كنت باغا ندير عيد ميلاد يكون زوين بزاف، كنت باغا ندير عيد ميلاد يكون واخا لقد جهدي، يعني ما غاديش ندير شي حاجه لاسطوريه ولا لا، بغيت ندير غير شي حاجه لقد جهدي ولكن نفرح فيها نلبس فيها، فهمتوني؟ لحقاش انايا ما دوزتش لا خطبه زوينه ولا عرس زوين، ما فرحتش فيهم بجوج. وكنت بغيت نفرح في عيد ميلادي اللي هو بعد غدا عيد ميلادي نهار 30 في الشهر غادي يكون عيد ميلادي، لكن ما غاديش نحتفل فيه احتراما لجدي الله يرحمه. بل بعد الاسئله اللي كيسولوهم ليا الناس في انستغرام، كانوا جاوني شي اسئله اللي كانوا تعاودوا عليا
وغادي نجاوبكم عليهم دابا. هي واش ندمتي على الطلاق؟ واش الا ما رجعتيش لمراد شنو غادي ديري في حياتك من بعد؟ وسؤال اخر مابقيتش عاقل عليه. المهم انا نقول لكم هادو، والسؤال الاخر لا تفكرتو نقولو لكم. واش ندمت على الطلاق؟ ما ندمتش لحقاش درت اللي في جهدي. ملي كديري اللي في جهدك في اي حاجه كيف ما بغات تكون في الدنيا، وكديري ليها جهدك وكتعطي فيها، وكديري ماشي غير جهدك، اكثر من جهدك باش تبقى لك ديك الحاجه، ولا باش تحافظي على ديك الحاجه، وهذيك الحاجه ما ولا هذاك الانسان ما كيدير والو على قبلك، ما كيدير والو باش تبقاي معاه، ولا ما كيدير والو باش يحافظ عليك، فاكيد ما كيكونش ندم. يعني فيما كتفكريا كتقولي انا درت اللي عليا صافي، ولكن كيبقاو بعض الافكار كيدوروا لك في راسك الا ما درتيش بزاف ديال الحوايج. مي انا الحمد لله شتي، انا كوما كنتش درت بزاف ديال الحوايج على قبل داك الانسان، وكوما كنتش درت بزاف ديال الحوايج اللي هو عارفهم، اكيد ما غاديش يجي ويعتذر ليا قدام الناس ويقول لي سمحي ليا وداكشي، ما غاديش يديرها. مي هو عارف اللي كاين، عارف اشنو كاين. السؤال الثالث انا عقلت عليه، قالوا لي زعما شنو الاحساس اللي جاك منين عرفتي راسك صافي انت وداك الانسان ما غاديش تكملوا وصافي غادي تتفارقوا؟ راه اكيد احساس خايب بزاف، اكيد احساس اللي شنو نقول لكم، خصوصا الا كنتي كتبغي داك الانسان، ولا كنتي بانيه واحد الاحلام وبانيه واحد سميتو لي بزاف، ف اكيد كيبقى فيك الحال. هذه تكون جلسه بكل صراحه جلسه بكل صراحه البنات، اكيد غادي يبقى فيك الحال. راه ماشي غنقول لكم انا فرحت وانا يا بالعكس، راه دازت عليا بزاف، دازت عليا، دازوا عليا ايام صعيبه اللي ما نتمناها حتى شي وحده، ما نتمنى حتى شي وحده تدوز دوك الايام اللي دوزت انا. يعني بقى فيا الحال ومرضت واكتئبت، ولكن الحمد لله وليت وقفت على رجلي ووليت نط ووليت قاومت من جديد، ووليت بديت حياتي من جديد، فهمتوا؟ يعني اوكي اللي كيقول لي عاوتاني الا ما رجعتيش لمراد شنو غادي ديري في حياتك، داكشي كيبقى قسمه ونصيب البنات. حنا دابا ما عرفناش اشنو كاين، اشنو مخبي لينا سيد ربي الحبيب، ما عرفناش اشنو غادي يكون من هنا حتى الغدا. يعني ما يمكنليش انا نعرف شي حاجه ما عرفتش. يعني الا كتاب راه كلشي بمشي الله سبحانه وتعالى، ما كتابش فكل واحد غادي يكمل حياته بطريقته، كل واحد غادي يكمل. كيقولوا لي الا زعما الا ما كملتيش واش غادي تمشي تاخدي واحد الانسان اخر؟ شوفوا حنا راه في الحياه، يعني الحياه كتستمر، فهمتوني؟ وداكشي كيبقى انا كيف قلت لكم قسمه ونصيب، قسمه ونصيب. حنا مازال ما عرفناش داك الانسان كيفاش داير، مازال ما جلست معاه، مازال ما عرفتوش واش بصح تبدل ولا ما تبدلش، حتى نجلس معاه ونهضر معاه ونديو نجيبو في الهضره وداكشي، ديك الساعه غادي نعرف كلشي. ديك الساعه حتى نتوما غادي تعرفوا كلشي، ديك الساعه انا فاش غنعرف كلشي حتى نتوما غادي تعرفوا كلشي، وغادي نقول لكم كلشي، وغادي تكونوا حاضرين على كلشي. صافي حبايبي، يعني هادشي كله ان شاء الله غادي نعرفوه فاش يجي للدار. انا اللي دابا انا اللي مأجله، يعني ماشي هو، انا اللي مأجله، وانا اللي قلت له ما تجيش دابا لحقاش كيجيو عندنا الناس ومازال مربجين، فهمتوني حبايبي؟ يعني هو كان باغي يجي هاد الايامات هادي، هو كان كيتصل بيا كيقول لي قولي لي غير فوقاش نجي، زعما يقولي لي نهار فوقاش باش حتى انا الا كانت عندي شي حاجه ناجلها ولا هذا باش نجي عندكم. تيقولي لي غير النهار هو اللي عليك. قلت له زعما حتى ما يبقاوش يجيو عندنا الناس وهذا، عاد ديك الساعه غادي نقولها لك ان شاء الله، وديك الساعه اجي. هادشي اللي كاين احبابي. هاد الفلاس هادو والله ما خلاوني نقف من قبيله وهما كيطلعوا ليا فوق هاد الرينكلايت، والله ما خلاوني نهضر من قبيله وانا اشك سير لهي نقطع الفيديو وما خلاونيش نهضر كيتلفوني. وكاينه بزاف البنات عاوتاني اللي قالوا لي واش الطلاق صعيب؟ اه البنات الطلاق صعيب، الطلاق صعيب بزاف، صعيب خصوصا لما لقيتيش اللي يوقف معاك. انا الحمد لله لقيت الوالدين ديالي وقفوا معايا، وقفوا في جنبي، وحاولوا انهم ينسيوني واحد شويه، حاولوا يعوضوني، حاولوا فهمتوني. اما الا ما كانش عندك اللي يوقف معاك فراه صعيب بزاف، خاصك تكوني شخصيتك قويه. شوفوا بالنسبه للناس اللي شخصيتهم ضعيفه واحد شويه، بحال انا كنت شخصيتي ضعيفه، كنت حاجه صغيره كتغلب عليا، فهمتوا؟ يعني جاتني صعيبه. واي شوفوا راه الطلاق كيكون كيهرس في المراه بزاف ديال الحوايج، بلا ما نكذبوا على راسنا، الطلاق كيهرس في المراه بزاف ديال الحاجات اللي كيهرسهم فيها. فباش نكونوا واقعيين وباش نهضر معاكم هكا نيشان،
الطلاق هرس فيا بزاف ديال الحاجات، الطلاق دمرني بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا ليا من بعد، لكن الحمد لله وليت نط على رجليا. شوفي راه الطلاق ماشي ديما هو الحل، الطلاق راه ماشي زوين، ماشي تشوفي هذه الطلقات والاخرى الطلقات والاخرى الطلقات وانت يكون عندك اي شويه ديال المشاكل تقولي صافي انا عييت صافي غادي نطلق. لا، صبري وصبري 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 وصبري، زي صبري وزيدي في صبرك، صبري مره وصبري جوج وصبري ثلاثه وصبري اربعه وسامحي. ولكن الا وصلت بك للطوب ديك الساعه وشتي داك الانسان ما كيتغيرش وشتي داك الانسان غير زايد فيه، هذيك الساعه ديري ستوب، ديك الساعه حتى الا قلتي هذا غادي تجي معاك، فهمتوني؟ وكاينه حاجه اخرى اللي ما كيتسامحش عليها وهي الخيانه، حيت كانت واحد البنت كانت عاودت ليا قصتها وكانت قالت لي زعما على الخيانه وداكشي كان خانها وكان عذبها بزاف. يعني الخيانه، الخيانه انا شنقول لكم، انا بالنسبه لي الخيانه الا كانت خيانه حقيقيه زعما خيانه ديال بصح فما كاينش هذيك لا نقاش، يعني لا عذر لها، كاينش عذر، كاينش عذر للخيانه كاع كاع كاع. ماشي يجي يقول لك اه حيت ما درتيش وحيت كذا انا مشيت وقلبت، لا ما كاينش عذر للخيانه صافي. انا بالنسبه لي الخيانه ما كاينش رجوع، رجوع ما كاينش صافي، نقطه نهايه هي هذيك، فهمتوا احبابي؟ يعني الخيانه صعيب ان المراه تسامح عليها، وكاين ليالات مساكن اللي كيكونوا مغلوبين في امرهم فكيسامحوا وكيقولوا نصبروا على وديت وليداتنا وداكشي، فكل واحد وظروفها، كل وحده وظروفها، كل وحده الله يفرجهم، كل وحده كتعاني من بحال هذا الشيء هذا الله يفرجهم. اليوم كانت جلسه زعما بكل صراحه بغيت ندير معكم هكا جلسه بكل صراحه، يعني هاد الاسئله هادو اللي اختاريت اسئله كلهم كيتعلقوا بالزواج والطلاق، يعني كلهم كيتعلقوا بهذا الموضوع هذا، باش تكون جلسه معكم بكل صراحه كاع البنات، كاع البنات اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. سؤال واحد اخر اللي كان تطرح عليا هو زعما واش كتشوفي راسك تقدري تكملي حياتك زعما بلا راجل، يعني تقدري تكملي حياتك كامله زعما ما توليش تعاودي تزوجي وتكملي حياتك هكايا بلاش زعما بلاش ما تكمليش حياتك مع راجل، يعني تكملي حياتك بوحديتك. شوفوا هي المراه ديما كتبغي واحد النصف، نصف ثاني ديالها اللي هو الزوج ديالها اللي تبغيه يكون حنين فيها، بيناتهم واحد الموده واحد يعني شوفوا الزواج زوين ولكن خاص معامن، خاص معامن، يعني الا كان معامن فغادي فما تكرهش، ما غاديش تكره المراه انها تكمل حياتها مع داك اللي يستاهلها، مع داك اللي يقدرها، اللي يحترمها، يحس بها، يوقف معاها، يتلقاه في الشده بزاف ديال الحوايج، وتكون بيناتهم موده واحترام بزاف، هادشي راه ما كيتقاداش. الا لقاتو فاكيد ما غاديش تقول عليه لا، اكيد لحقاش هذيك غادي يكملها، يعني هذاك غادي السعاده، يعني غادي تحس معاه بالسعاده، فهمتوا؟ اما الا كان العكس، يعني كان غادي باش تسمى ليها مزوجه، باش انا كنهضر على راسي غير باش تسمى ليا مزوجه وغير باش ما نهرب من ديك كلمه مطلقه ونهرب من ديك كلمه لا حكامه مزوجاش لا بايره لا كذا، مندي ما ندير به شنو غادي نزيد غير هم، هذاك غير هم كيتزاد فوق الراس. باش نكونوا واقعيين وباش نكونوا كنهضروا نيشان، الا ما كانش داك الزوج غادي يحترمك وغادي يقدرك وغادي يدير المستحيل على قبلك وغادي تحسي به انه واقف في جنبك، غادي تحسي به انه النصف ديالك الثاني، فما عندك ما ديري به. هذه قبل ما تدخلي للعلاقه، اما لا دخلتي للعلاقه وعاد، اما لا دخلتي للزواج وعاد لقيتي بحال هكا فما عندك ما ديري، غادي تصبري باش يبدل هو في شي حوايج وانت تبدلي فيك شي حوايج، اما لا شتي هذا الشيء من قبل وزدتي فرا يعني كتبقى هذيك حريتكم الشخصيه. انا بالنسبه ليا فما نقدرش، يعني خاص ضروري تشوفي في داك الراجل انه كيحترمك كيقدرك بزاف ديال الحوايج، لاش بحال هكايا فاكيد غادي نبغي نكمل حياتي مع داك الانسان ولا، فهمتوا؟ يعني هذا الشيء علاش، لكن خاص وقت، خاص وقت فين تعرفي فين، يعني ما يمكنلكش تعرفي داك الانسان بليله ونهار ولا. انا جاوبتكم على هذا السؤال هذا، نتمنى نكون جاوبتكم نيشان، نكون جاوبتكم يعني داكشي اللي في القلب كنقولوا لكم، والله الناس ما ماشي كنخبي عليكم ولا هادي نقولها لكم وهادي ما نقولها لكم، لا كنحاول انني نقول لكم داكشي اللي في قلبي، يعني هكا داكشي اللي في قلبي نقولوا لكم. هادشي اللي كاين وهادو هما الاسئله اللي كانوا، الله يعطيكم، قولوا هزوا يديكم، الله يعطيكم شي زوج اللي ينسيكم هموم الدنيا كامله، ويعطيكم ربي شي زوج اللي غادي يقدركم ويحترمكم ويرفع منكم، ماشي يرفع منكم، يهز قيمتكم قدام الناس وكل شيء.
يا ربي قولوا امين، قولوا امين، ربي يعطيكم. خصا يكون قلبك نقي، كتبغي الخير للناس، كت فربي ما غاديش يخيبك. راه واخا دوزين بزاف ديال الحوايج خايبين، واخا دوزين بزاف ديال الحوايج اللي قدو يدمرك في حياتك، فمن بعد ربي غادي يسهل عليك. ربي راه غادي يكون غير قلبك زوين، وعندك ايمان قوي في الله سبحانه وتعالى انه غادي يبدل لك حياتك، فراه غادي تبدل لك حياتك للاحسن. يعني واخا تشد عليك كيف ما قلت لكم البارح، واخا تشد عليك، واخا تحسي زعما راه صافي الدنيا صافي ما بقيتيش قاده تهزيها على كتافك، واخا بعض المرات راه بصح كتجينا هذا الشيء هذا كيجينا وكنعياو، ولكن خاصنا ديما نقولوا الحمد لله. واخا نعياو واخا خاصنا ضروري نقولوا الحمد لله دائما. يعني راه ماشي غير انا ولا انت ولا واحده اخرى غادي يجيها هاد الحاله هذه، كلنا كتجينا هاد الحاله هذه، هاد الفتره هذه ديال الاكتئاب ولا ديال العيا ولا ديال لحقاش. الدنيا ماشي كلها مشاكل وماشي كلها افراح، يعني كاينه افراح كاينه احزان، كاين الاحزان والافراح، يعني ماشي ديما غادي نعيشوها فرحانين وماشي ديما غادي نعيشوها حزينين، هادشي اللي كاين. فديما خاصنا نقولوا غير الحمد لله، ومن بعد ربي راه غادي يفرجها لك. خاص كما قلت لكم يكون عندك ايمان قوي بالله سبحانه وتعالى انه غادي يبدل لك حياتك، وخاص الاكتئاب ولا هذا ما يفوتش نهار، ولا التقلقه ديالك ما تفوتش نهار، صافي ديك تقلقي نهار سدي عليك بكي ولا اي بكيو زعما باش تخويو قلبكم، بكيو بكيو عاودوا هضروا، ولكن ما تفوتش التقلقه ديالكم نهار، ولا باش ما تبقاوش سدن على راسكم بزاف وتضيعوا بزاف من حياتكم. عيشوا الحياه قصيره بزاف، خاصنا نعيشوها، خاصنا نفرحوا، خاصنا ندوزوا كل وقيته ندوزوها بحلاوتها، فهمتوني؟ قال هضرت بزاف ياكو. المهم احبابي صافي هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم، وهذا الفيديو هذا كنت بغيت هكايا نشارك معكم هذاك الشيء اللي وقع لي، ديك الكارثه اللي وقعت لي اختي نهار الخطبه، وزيد عليها نهار العرس، وانا اختكم راه ماشي نقول لكم ما عندها زهر، ولكن دازوا عليها الكوارث. الحمد لله على كل حال، انا حمد ربي وشكرها، الحمد لله كل حاجه وقعت من الخير. ودازوا عندي مرحبا بكم الانستغرام ديالي اللي هو فاطمه زهره بيوتي، دابا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم في اول تعليق دازوا عندي ضروري، وظلام عليا الحال وانا باقا كنهضر معكم. شوفوا القمره، هذيك راه القمره اللي من مورايا باينه، يعني من قبيله وانا كنهضر معكم، والله الا كنتفاجئ فاش كنهضر معكم شي واحد. هاد الجلسه هذه اللي جلستها معكم انا ارتحيت، انا ارتحيت، انا هضرت معكم، جاوبتكم على بعض الاسئله ديالكم، يعني انا ارتحيت من النفسيه ديالي الداخل، ارتحيت الحمد لله يا ربي، وشكرا حيت نتوما في حياتي، وكنبغيكم بزاف احبابي، وكنحماق عليكم. المهم تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، واي موضوع بغيتوني نهضر لكم فيه ولا اي موضوع زعما بغيتو نشاركوه هكايا ولا نهضروا فيه ولا دوزوا عندي الانستغرام، مرحبا بكم، دوزوا عندي كاملين، راني كنقرا كاع لي ميساج ديالكم وكنجاوب كلشي كنجاوبو. دوزوا عندي الانستغرام، اقترحوا عليا هكا الا عندكم شي مواضيع بغيتو نهضروا فيهم، شي بحال هكايا تكون جلسه غير بينات البنات هكايا، بحال راكم جالسين حدايا هكا وحنا كنهضروا، مرحبا. يعني دوزوا عندي الانستغرام، قولوا لي المواضيع اللي بغيتونا نهضروا فيها، ولا تقدرت انا نكون مدوزه هذاك الشيء اللي غادي تقترحوا عليا نكون ديجا انا دوزته، ولا انايا ديجا داز عليا، ما نعرف، بحال هكايا يقدر. المهم احبابي بارك عليا من الهضره، تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، السلام عليكم.